مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ قبل ان ابدي بشرح هذا التطبيق، اتمنى اللي ما مشترك يشترك بالقناة ويفعل جرس زر الاشعارات. هذا التطبيق اسمه زانغي، متوفر على السوق بلاي، وراح اترك لكم الرابط مالته اسفل بالوصف. هذا التطبيق فكرته مثل فكرة الفايبر والواتساب، لكنه بشي يختلف، انه هذا التطبيق راح تسجل بيه عن طريق الايميل اللي موجود بالجهاز من سجل دخول او تنشئ حساب. من تنشئ حساب راح تلقائيا هذا التطبيق ينطيك رقم خاص بيك انت، يعني رقم دولي غير رقمك اللي موجود بالجهاز، رقم يختلف. تستخدم هذا الرقم لمراسلة الاصدقاء او لمراسلة جهات الاتصال الخاصة بيك او مراسلة اي شخص ثاني موجود على تطبيق زانغي. هاي الميزة كلش عجبتني اني بالتطبيق، لانه ينطيك رقم ما حد يعرفه، رقم خاص بيك انت ورقم دولي. هسه راح اشرح لكم طريقة تنزيل التطبيق. طبعا مثل ما قلت لكم متوفر على متجر جوجل بلاي، فقط تكتب زانغي بالعربي او بالانجليزي راح يطلع لك. هذا هو التطبيق اللي هو تقريبا تنزيله 5 مليون عمليات التنزيل. طبعا تطبيق جدا حلو، هسه راح اشرح لكم على هذا التطبيق وشلون نحصل على الرقم الدولي او الرقم اللي يختلف عن الرقم الخاص بنا. ندخل على التطبيق. هاي هي واجهية التطبيق بعد ان دخلنا عليه او نقرنا على الايقونة. طبعا التسجيل من خلال البريد الالكتروني، نقل الدخول مع جوجل. ظهرت لنا الحسابات اللي موجودة على الجهاز، انا عندي اكثر من حساب فاختار اي حساب ونمطي اوكي. بعد ما سجلنا الدخول عن طريق البريد الالكتروني، يطلب الاذن بالوصول الى جهات الاتصال وكذلك الوصول الى مساحة التخزين، ويطلب من عندنا الاسم اذا حبيت تغيره انا راح اخليه كما هو، ونمطي استمرار. بعد ما انطينا الاستمرار انطانا الرقم الخاص بنا اللي هو هذا رقم زانغي الخاص بك. هذا الرقم تقدر تشاركه مع اصدقائك اللي عندهم زانغي وتقدر تتواصل وياهم. اقلق قم بدعوة الاصدقاء للتواصل او الاستمرار. طبعا هاي يقول لك محمي وامن، يعني هذا التطبيق بحماية ولا يسحب صور ولا اي شيء. كذلك يخفض لك البيانات، اصراف البيانات، ونقول له ابدأ. نفعل الاشعارات عن طريق الاعدادات اشعارات الرسائل. طبعا هذا الرقم زانغي الخاص بنا، وكذلك اذا حبينا انه ندعو صديق فقط نضغط على علامة الاتصال ونضغط على الكيبورد ونكتب الرقم الصديق الزانغي الخاص به، يعني مو رقم تليفونه، لا هو هم من انشاء حساب فعنده رقم زانغي خاص به. كذلك ندخل على الاعدادات. هاي كاظهار الدردشة السريعة او اخفائك اذا كنت نشط او غير نشط من خلال هذه الخصوصية، اظهار حالتي على الانترنت، اظهار حالتي وانا اكتب، وغيرها من هذه الامور اذا حبيتوا تطفوها او تشغلوها. هاي هي الدردشات، حاليا ما عندي دردشات بهذا التطبيق، يعني تطبيق جدا سهل كأي تطبيق مثل تطبيق الفايبر والواتساب، لكن ميزته هو انه الرقم اللي خاص بيك هو رقم زانغي مو رقم تليفونك الخاص، يعني رقم
دولة ثانية أو التطبيق عنده جدول بالأرقام، فكل شخص عنده رقمه الخاص به. أتمنى هذا التطبيق تستفادون من عنده، ولا تنسونا من اللايك والمتابعة. مع تحياتي للجميع.